كمان مهرجان ده انا بشوفه مهرجان محترم، ماجد حسني بيعرف يعمل مهرجانات حلوه. انا يعني معاه بقالي 15 سنه كتير جاست، وهو بيحب السينما جدا وفكر يعمل حاجه حلوه للسينما. اتمنى ان كل الفنانين يحبوا الفكره وييجوا. منافسه حلوه، مش مشكله ان حد يكسب وحد يخسر، المهم ان احنا ننجح مهرجاناتنا المصريه لان في النهايه تبقى اسم مصر. اولا انا بحب المهرجان ده، والفتره اللي فاتت الحقيقه كان عندي سفريات كتير فما عرفتش احضر للاسف مهرجانات، فمبسوطه قوي ان انا جيت النهارده ومبسوطه اني هقدم جايزه لاحد الزملاء ان شاء الله.